رياضيا، ينازل المنتخب السوداني لكرة القدم بعد غد الأحد منتخب جنوب أفريقيا ضمن المرحلة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا في المجموعة الثالثة، ويدخل السودان المباراة وهو في الصدارة بعد الفوز العريض الذي حققه على ساو تومي بأربعة أهداف في افتتاح المجموعة، وحل المنتخب الغاني ثانيا بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل. وكانت بعثة المنتخب السوداني لكرة القدم وصلت إلى مدينة جوهانسبرج أمس الخميس، وظهر المنتخب السوداني بشكل جيد في مباراته أمام ساو تومي، وأشار فنيون إلى أن مستوى المنتخب السوداني لكرة القدم شهد تطورا كبيرا عن سابق مبارياته. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إرسال بعثة تفتيش للسودان قبيل انطلاقة مباريات دور مجموعات أبطال أفريقيا التي يشارك فيها السودان بفريق الهلال، وتشمل مهمة بعثة الكاف تفتيش استاد الهلال ومدى ملائمته لاستقبال مباريات الفريق بداية من مباراة بلاتونيوم أواخر الشهر الحالي، وتشمل عملية التفتيش الفنادق التي يمكن أن تستضيف الفرق المتبارية مع الهلال بجانب أقرب مستشفى لاستاد الهلال، وذلك لمقابلة الطوارئ. استقبل والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر على الطريف قافلة رياضية لدعم الأندية بجميع محليات الولاية، وامتدح والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر على الطريف الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات والشركات العامة في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية. أكد الوالي حرصه على تطوير المناشط الرياضية بالولاية.